يا عيال عامر شكش كفتة وين ذولي راحوا يا عيال يا عامر يا شكش يا كفتة في عشاء وليش السالفة جوعان هذه شنطة خالي تكفين ابى اخذها واستر مواجهتي ها اتفقنا يا عيال عيونها تخوف بسم الله ولا كلمه ولا كلمه باخذ الشنطه وامشي اوكي بوما يا بوما تكفين خالي قال لي لازم ترجع الشنطه شنطة خالي دي ما تفهمين انتي شنطة خالي امشي يا ياسر امشي 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 بسرعة عامر تكفى اترك الشنطة هذه مهبول انت خالي يقول لا تجي معك الشنطة يا عبيد فكنا من الشنطة دي هي سبب المشاكل يا عيال خالي ما يعطيني المزرعة بعد كذا هو وصاني قال رجع الشنطة معك يا امي ابغى اروح بيت انا يا عيال وش فيكم قلبتوا مبزرة خلكم رجال خلاص دزيناها اسمع يا كفتة شغل السيارة وانتم افتحوا الباب وانا معكم يلا امشي يلا عيال هذه وش بومة بومة ما عليك خويتي استري مواجهتي اوكي احنا بننحاش لا تقولي لي ابو راشد شفت كويسة يلا دزها يا كفتة عامر تكفى بقيتي والشنطة عامر تكفى فكر بشرة معك والشنطة تكفى يا أمي يا عامر 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 الله يرحم والديك عطيني الشنطة تكفى عطيني الشنطة يا أخي شنطة يا عامر عطني الله يخليك عامر الله يخليك وعطني إياه خالي نكبني يمه اعطاني مفتاح مزرعته قبل امس يوم رحت انا والعيال بغى يجيب فينا العيد بسم الله عليك ما انت بصاحي خالك صار له اسبوعين خارج المملكه ومن شوي متصل علي يقول انه بيرجع بعد يومين الله يرجعه بالسلامه والله يشفيك اجل من اللي اعطاني المفتاح